وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معنا في العنوان، اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الدجاجه اللي كتجي سهله بزاف ولذيذه، ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تجربوها. نبداو على بركه الله بالمقادير. كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنايا معلقه ديال السكنجبير، البزار، الخرقوم، التحميره، الملحه، ومعلقه صغيره ديال المطارد. وعندي هنايا الكبادي اللي سلقتهم في الماء مع الملحه، وعندي الحامض مصير وشويه ديال القزبر المعدنوس والزيتون المقطع والهريسه. نبداو على بركه الله. كنجيب الدجاجه ديالي من بعد ما غسلتها ونقيتها مزيان وخليتها قطرات، وعندي هنايا الشعريه الصينيه اللي سلقتها في الماء. كنخلط جميع المكونات ديالي اللي ذكرت لكم من قبل. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار. صافي، هنايا من بعد ما خلطت جميع المكونات كنزيد عليهم الشعريه الصينيه اللي خليتها حتى قطرات مزيان من الماء. وهنايا كنبدا نعمر الدجاجه ديالنا. انا غادي نتعمد هنايا انني ما نزربش لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالضبط كيفاش كتكون. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى. صافي، هنايا غادي نسدو عليها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، وغادي نجمع ليها دوك الجناوح ديالها بالكيردون. كنجيب هنايا واحد الطاوه اللي كندير فيها الملحه على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. بعد ما كنكون دهنت الدجاجه ديالي بالمطارد مزيان باش تحمر لينا من كاع الجوانب، كنهزها وكنديرها فوق ديك الملحه. صافي، وكنشعل عليها الفران لتحت والفوق. صافي، حتى كطيب على خاطرها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا كيفاش كتجي. كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها وينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده.